السيسي وغوتيريش يبحثان جهود الأمم المتحدة إزاء أزمات المنطقة العربية. مجلس الوزراء يبحث عددا من الملفات ويناقش قانوني العلاوات وزيادة المعاشات. المجلس الدستوري الجزائري يعلن خلو منصب الرئاسة باستقالة بوتفليقة. الرابعة عصرا في القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، نشرة جديدة على شاشة النيل. أهلا بكم. أهلا بكم. وإلى تفاصيل، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في قصر الاتحادية. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثات مع الرئيس السيسي، قال وزير الخارجية سامح شكري إنه تم خلال الاجتماع مع غوتيريش تناول التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة واستعراض كافة جهود المنظمة الدولية فيما يتعلق بقضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فضلا عن جهود مكافحة الإرهاب والعمل من خلال الآلية الخاصة بالأمم المتحدة. ينضم إلينا عبر الهاتف سفير أحمد القسني مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، يعني بعد حضور غوتيريش للقمة العربية في تونس، هذه الزيارة إلى مصر واللقاء بالرئيس السيسي ووزير الخارجية، ما هي أهميتها في هذا التوقيت؟ يعني تأتي ضمن جهود السكرتير العام للأمم المتحدة واهتمامه بعد ما حدث في الحادث الإرهابي في نيوزيلندا، وانتشار ثقافة الكراهية والحض على العنف والإرهاب والتمييز والإسلاموفوبيا. هو أتى إلى مصر والتقى بشيخ الأزهر وأصدر مكتبه بيانا مصاب بشكل شديد الإجادة، يتحدث عن سماحة الإسلام وأهمية أن ننخرط جميعا في محاربة الكراهية ومحاربة العنف والتمييز ما بين أصحاب الرسالات السماوية المختلفة، انطلاقا من شعور إنساني كبير. يأتي إلى مصر فيلتقي بفضيلة الإمام الشيخ شيخ جامع الأزهر بعد لقاء عن الأخوة الإنسانية عقد في الإمارات العربية المتحدة، وقع فيه شيخ الأزهر بما أنه يعني يشكل قيادة روحية للسنة في العالم مع بابا الكاثوليك في الفاتيكان، بيانا رائعا عن الإخوة الإنسانية. صحيح صحيح. وهو حتى بدأ يعني كلمته في الأزهر الشريف بالسلام عليكم باللغة العربية، لكن هذا عن الجانب الإنساني الديني الثقافي، لكن الجوانب السياسية أيضا بتأكيد كان لها بعد كبير، خاصة في ظل تطورات كبيرة تتعلق بقضايا منطقة الشرق الأوسط، قضية الجولان أحدثها ربما. طبعا يعني هو يأتي أيضا عقب جلسة كانت في مجلس الأمن صوت فيها 14 مندوبا في المجلس لصالح القضية الفلسطينية وضد إعلان ترامب، وللمرة الثانية ضد إعلانين لترامب، آخرهم كان ضم الجولان إلى إسرائيل. المنظمة الدولية
بكل مندوبيها ممثلة لشعوب العالم جميعا بتنحو منحى معارض للرغبة والرؤية القاصرة الأمريكية. فطبعا يأتي عقب هذه الجلسة وعقب ثبات دول العالم على الشرعية الدولية والتمسك بقواعد القانون الدولي، طبعا يأتي ليناقش هذا مع السيد الرئيس. وما هي الخطوة؟ أيضا يأتي بعد أن حضر وألقى بيانا كان متماسكا وواضحا في لقاء القمة العربي، ليتحدث عن المستقبل والسلام في منطقة الشرق الأوسط. صحيح صحيح، بشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير أحمد القويسني مساعد وزير الخارجية الأسبق. يشهد رئيس عبد الفتاح السيسي صباح غد الخميس انطلاق فعاليات المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل. يعقد المؤتمر على مدار 3 أيام برعاية الرئيس السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة نحو 2000 شخصية من بينهم كبار المسؤولين والعلماء والخبراء، إضافة للمهتمين بالتعليم الجامعي والبحث العلمي. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النسخة الأولى من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل من 4 إلى 6 أبريل الجاري في العاصمة الإدارية الجديدة. المنتدى أول مبادرة عالمية من نوعها للأبحاث العلمية والتعليم العالي، ويتماشى مع القرار الرئاسي بتسمية عام 2019 عام التعليم المصري، وسيعقد المنتدى بشكل دوري كل عامين. يشارك في المنتدى 36 دولة و1500 من ممثلي جامعات مصرية وعربية ودولية والاتحادات والمنظمات والمؤسسات المصرية والعالمية، ويحاضر فيه نحو 55 خبيرا أغلبهم من رؤساء الجامعات. يهدف المنتدى إلى تسويق وتدويل التعليم العالي والبحث العلمي في مصر بإنشاء منصة دولية لتناول حاضر ومستقبل التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بمناقشات حوارية تتناول عددا من القضايا المطروحة عالميا. يتضمن المنتدى عددا من المحاور، منها الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيات البازغة وتدويل التعليم والاقتصاد القائم على المعرفة ودور التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة. يناقش المنتدى تعظيم عائد الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتحديات التي يواجهها التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الدولي والذكاء الاصطناعي وفرص العمل وإعداد الخريجين لأسواق العمل. على هامش فعاليات المنتدى يقام معرض يضم نحو 85 عارضا لعرض البرامج التعليمية والبحثية والأنشطة التي تقدمها الجامعات المصرية في إطار خطة تسويق البرامج التعليمية بالجامعات المصرية لجذب الطلاب الوافدين للدراسة بها. يتضمن المعرض تعريفا بالجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة والبرامج الأجنبية بالجامعات الخاصة والحكومية ومشروعات وزارة التعليم العالي ومساهمات الهيئات الدولية والشركات المتخصصة في تطوير تكنولوجيا التعليم. عقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعه الأسبوعي برئاسة مصطفى مدبولي لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية الهامة، ويناقش المجلس عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات المهمة التي تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ودفع وتشجيع الاستثمارات في كافة المجالات وفي مقدمتها قانون العلاوات وزيادة المعاشات تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. كما يتابع مجلس الوزراء أيضا ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن مظلة الضمان الاجتماعي والاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجي العالمي بالاتجاه إلى تصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء بدلا من الوقود التقليدية. وخلال اجتماع عقد لمتابعة استراتيجية الحكومة لتوطين صناعة السيارات والأوتوبيسات الكهربائية في مصر، قال رئيس الوزراء إن هناك تكليفات من الرئيس السيسي للعمل على توطين تلك الصناعة، ووجه مدبولي بتشكيل لجنة تتولى التفاوض ودراسة العروض المقدمة من الشركات العالمية العاملة في مجال تصنيع السيارات والأوتوبيسات الكهربائية، كما شدد على ضرورة الاهتمام بالشركات المحلية العاملة في ذات المجال ومساندتها.
ألقى رئيس مجلس النواب علي عبد العال في إطار زيارته الرسمية لجمهورية تنزانيا كلمة أمام البرلمان التنزاني أكد فيها أن العلاقات الثنائية اكتسبت زخما كبيرا في العامين الماضيين. قال عبد العال إن توقيع عقد بناء سد ستيغلر جورج جاء تتويجا للشراكة المصرية التنزانية وشاهدا على دعم مصر قيادة وحكومة للجهود والخطط التنموية في تنزانيا. أعرب رئيس مجلس النواب عن تطلعه لقيام البلدين بدراسة الآليات والأدوات لزيادة التبادل التجاري بينهما بما يعكس قوة ومستوى العلاقات السياسية القائمة بينهما. بحث فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مع وزير الدولة للإنتاج الحربية محمد العصار سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وناقش اللقاء الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، حيث تم استعراض المشروعات التي تقوم بها شركة الإنتاج الحربية للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة من إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المعاهد الأزهرية التابعة لمشيخة الأزهر في جميع محافظات الجمهورية. أعلن المجلس الدستوري الجزائري خلو منصب الرئاسة باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس اليوم برئاسة الطيب بالعيز رئيس المجلس. وقال المجلس الدستوري في بيان له إنه يثبت حالة الخلو النهائي لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة 201 الفقرة الرابعة من الدستور، وأنه تم إبلاغ البرلمان بذلك. تنص المادة المذكورة على أنه في حال استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الخلو النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالخلو النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما تنظم خلال انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. جلستنا اليوم تتعلق بإثبات أو ثبوت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية بناء أو عملا باستقالة فخامة رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة المؤرخة بيوم البارحة. خرج المئات إلى شوارع العاصمة الجزائرية بعد إعلان استقالة بوتفليقة مطالبين بالتخلص من النخبة الحاكمة التي يعتبرها كثيرون منفصلة عن المواطنين وتشرف على اقتصاد تعصف به المحسوبية. عمت مظاهر الفرحة شوارع الجزائر ابتهاجا باستقالة بوتفليقة، وأعرب الجزائريون عن أملهم في استقرار البلاد وإجراء انتخابات نزيهة تعبر عن تطلعات الشعب وتطوي صفحة الماضي. ليلة استثنائية عاشها الجزائريون بعد استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من منصبه، استجابة لمطالب الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 من فبراير الماضي. وعمت مظاهر الفرحة شوارع الجزائر ابتهاجا بتلك الخطوة التي طال انتظارها، حيث لوح العديد من الشباب بالأعلام الجزائرية وقادوا سياراتهم في جميع ربوع البلاد، معربين عن أملهم في استقرار البلاد وإجراء انتخابات نزيهة تعبر عن تطلعات الشعب وتطوي صفحة الماضي. لقد خرجت للاحتفال باستقالة بوتفليقة، لقد أزلنا عقبة كبرى، سنجتاز المرحلة القادمة بطريقة ديمقراطية 100%. نحتاج إلى إبعاد كل رموز النظام السابق بأكمله، وهذا هو الشيء الأصعب، ولكن عندي ثقة بأن نتجاوز كل ذلك بشكل سلمي والتحرك نحو بناء مؤسسات الدولة. بوتفليقة قال مسوغا أسباب استقالته إن قرار استقالته جاء حرصا منه على تفادي انزلاق البلاد في منعطفات خطيرة، وإيمانا منه بأن تتبوأ الجزائر منزلتها وتطلع بكل مسؤوليتها وسط الأمم. ردود الأفعال الدولية جاءت مرحبة باستقالة بوتفليقة، فقد أعربت فرنسا عن ثقتها في أن الجزائريين سيواصلون السعي إلى انتقال ديمقراطي بعد الاستقالة. كذلك اعتبروا أن الشعب الجزائري أظهر من خلال مسيرته السلمية الأسابيع الأخيرة أنه عازم على إسماع صوته. واعتبرت الولايات المتحدة أن مستقبل الجزائر يقرره شعبها، وأن الشعب الجزائري هو من يقرر كيفية إدارة هذه الفترة الانتقالية. وعلى الرغم من ترحيب الشعب الجزائري باستقالة بوتفليقة،
لا يزال بعض الجزائريين متخوفين من بقاء عناصر من الدائرة المقربة من بوتفليقة في الحكم، متعهدين باستمرار التظاهرات حتى رحيل المجموعة التي كانت تحكم في السابق حتى لا تنزلق البلاد في براثن الفوضى. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور مختار غباشي نائب مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية عبر الهاتف. دكتور مختار، ما هي قراءتك لأهمية الخطوة التي قام بها بوتفليقة باستقالته متنحيا عن الحكم؟ يعني هي خطوة كان الكثير جدا من المراقبين ينتظروها، وهو أن يقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته، وقيل في ذات الوقت انه لم يستطع ان يفعل ذلك الا بضغط من قيادات الجيش بعد التحذير الاخير او بعد البيان الاخير اللي اطلقه الجيش او المجلس العسكري داخل الجزائر. بالمجمل هو قدم استقالته رئيس المجلس الدستوري وفقا للماده 102 من الدستور الجزائري، اللي في هذه الحاله بيصبح هذا المنصب شاغرا ليحيل الامر بموجب الدستور الجزائري الى رئاسه او اداره الدوله من قبل رئيس مجلس النواب الجزائري، اللي المفترض خلال 90 يوم يبدا يجهز لاجراء انتخابات رئاسيه من خلالها تتاح الفرصه لكثير جدا من المرشحين للنزول وبدايه سباق رئاسي داخل الجزائر. لكن هو السؤال اللي بيطرح نفسه وبقوه، ان هل هذه الخطوه اللي بدأ بها الرئيس الجزائري هل سوف تنهي الاضطرابات الموجودة في الشارع ولا لا، او سوف تستجيب لها جموع المتظاهرين الموجودين في الشارع الجزائري ولا لا، باعتبار ان هذه الجموع لها مطالب كثيرة اقلها او اضعفها من وجهة نظر كثير جدا من المراقبين هو ذهاب نظام بوتفليقة بكامله، بمعنى ليس عندهم ثقة في رئاسة رئيس مجلس النواب الجزائري لخلال المرحلة الانتقالية اللي هي فترتها 90 يوم، وبدرجة أو بأخرى هم يريدون شخصيات أخرى خارج إطار الدائرة الرئاسية اللي كان بيدير من خلالها الرئيس الجزائري حكمه طوال العشرين سنة الماضية. طيب يعني دكتور مختار، يعني برأيك ما هي السيناريوهات المطروحة القادمة في الجزائر نظرا وأن المحتجون يتعهدون بمواصلة الاحتجاجات ورفضهم لأي عملية انتقالية تبقى بيد النظام الحالي أو يعني فلول هذا النظام على حد وصفهم؟ الأمر هيتوقف على قدرة الشارع في الصمود أمام هذه المطالب وقدرة الحكومة أو قدرة الإرادة السياسية اللي بتدير هذه المرحلة في المدى الاستجابة إلى هذه المطالب. وهنا هيطرح سؤال هو في غاية الأهمية، الجيش أو المجلس العسكري داخل الجزائر هتبقى رؤيته إيه؟ خصوصا ان البيان الاخير اللي اطلقه الجيش، وده كان خلال 24 ساعه السابقه، ان حد كبير جدا ارسل رساله بان الجيش مع جموع المتظاهرين في مطالبهم. لكن ما ننساش ان كلمه رئيس الاركان الجزائري قبل ده ان هي استندت الى الماده 102 باعتبار ان الماده 102 الى حد كبير جدا بتتيح حلول جزئيه لشغور منصب الرئاسة اللي في خلاله هتبدأ انتخابات رئاسية. لكن هي القضية الآن هي قضية الضغوط الشارع بدرجة كبيرة جدا، وأنا متصور أن الشارع الجزائري بدرجة أو بأخرى هو يريد بشكل مجمل كده ذهاب نظام بوتفليقة بكامله، إذا كان رئيس مجلس النواب الجزائري اللي هو هتتاح ليه فرصة إدارة المرحلة الانتقالية اللي هي 90 يوم أو أي شخصية أخرى. وده الكلام اللي صدر من كثير جدا من أساس الجزائريين وعلى رأسهم علي بن فليس اللي هو رئيس الوزراء الجزائري السابق. نعم، أشكرك دكتور مختار غباشي نائب مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيًا استشهد وأصيب آخر بجروح إثر إطلاق مستوطن إسرائيلي رصاص عليهم قرب مدينة نابلس. وزعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن الشاب الفلسطيني حاول طعن مستوطن داخل سيارته على حاجز حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وفي سياق آخر، توغلت آليات الاحتلال الإسرائيلي لمسافة محدودة شرق مخيم البريج بوسط قطاع غزة، وشرعت بأعمال تجريف بمحاذاة الشريط الحدودي مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلي في المنطقة.
دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي غرب منطقة مريس شمال محافظة الضالع جنوب البلاد. استهدف الجيش اليمني مواقع وتجمعات الانقلابيين في جبل ناصة، بينما شن طيران التحالف غارات مكثفة على المنطقة. وفي جبهة العود شمال غربي المحافظة، ما أسفر عن مقتل 3 قيادات من ميليشيات الحوثية. تزامنا دارت معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني والميليشيات في القطاعين الغربي والشمالي بمنطقة العود، أسفرت عن مقتل 8 انقلابيين وإصابة 10 آخرين. أفادت مصادر إخبارية بإصابة الآلاف بوباء الكوليرا في العاصمة صنعاء وسط تكتم ميليشيا الحوثي على هذه الأعداد واستمرار نهبها للمساعدات الدوائية الدولية. وتواصل الميليشيات الحوثية التراجع عن التزامها ببنود اتفاق السويد، حيث قاموا بمنع نحو 100 موظف بالأمم المتحدة من الوصول إلى مستودعات مطاحن البحر الأحمر. وكان فريق من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة قد زار مطاحن البحر الأحمر للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي بعد تعذر الوصول إليها عقب التوصل لاتفاق في السويد في فبراير الماضي. أعلن رئيس الهيئة الانتخابية في تركيا أنه سيتم إعادة فرز أصوات 8 دوائر في اسطنبول استجابة للطعون التي تم تقديمها من حزب العدالة والتنمية الحاكم. كان حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان قد أعلن طعنه على نتيجة الانتخابات المحلية في جميع أحياء اسطنبول وأنقرة. وشكلت نتائج الانتخابات البلدية انتكاسة كبرى لحزب العدالة والتنمية بعد أن أظهرت النتائج الأولية أن الحزب الذي يحكم البلاد منذ نحو 15 عاما خسر العاصمة أنقرة واسطنبول عصب الاقتصاد في البلاد. تلتقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي زعيم حزب العمال المعارض في محاولة للتوصل إلى تسوية بشأن اتفاق بريكزيت قبل أيام من الموعد النهائي المقرر لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي. وتأتي مباحثة ماي وزعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربن بعد إعلانها أنها ستطلب من بروكسل تأجيلا قصيرا لبريكزيت لتفادي خروج بلا اتفاق. في محاولة للتوصل لحل وسط فيما يتعلق باتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، تجتمع رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي مع زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن، وذلك بعد رفض البرلمان لاتفاقها للانسحاب من الاتحاد 3 مرات، بالإضافة إلى انقسام حزبها المحافظين حول هذا الأمر. ماي قالت إنها ستسعى لتأجيل موعد الخروج مرة أخرى بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن العملية مع كوربن، وهي محاولة أخيرة لكسر الجمود حول عملية الخروج التي أغضبت الكثيرين في حزبها. من جانبه أعلن كوربن موافقته على لقاء ماي سعيا للتوصل إلى حل لأزمة البريكسيت. وقال كوربن إنه في الوقت ذاته يحتفظ بالحق في محاولة إسقاط الحكومة إذا عجزت عن حشد الأغلبية في البرلمان. استمعت بحرص شديد للبيانات الصادرة عنها وقرأت نسخة من تلك البيانات. بالطبع يسعدني مقابلة رئيسة الوزراء. نحن بحاجة ماسة لإجراء مناقشات معها. نحن بحاجة لضمان أن يمنح البرلمان الفرصة للتصويت على المقترحات التي من شأنها الحيلولة دون الخروج من الاتحاد دون صفقة بنهاية الأسبوع القادم. كما أننا بحاجة لإعطاء ضمانات وتأكيدات للشعب البريطاني أننا لن نخرج من الاتحاد من دون تحقيق صفقة. من جانبه قال ستيفن باركلي وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ببريطانيا إن ماي لن تضع شروطا مسبقة عندما تبدأ محادثاتها مع كوربن. نحن لا نضع شروطا مسبقة، لكن هذا أيضا ليس شيكا على بياض. ما نحتاج إلى التفكير فيه حاليا هل هو هناك طريق متفق عليه للمضي قدما يمكنهما سلوكه للوفاء بوعودهما. كما صرح باركلي بأن الحكومة ستوافق على ما سيصوت عليه مجلس العموم البريطاني بشأن خطة الخروج من الاتحاد، مجددا رفض الحكومة لبعض مطالب المعارضة بشأن الاتحاد الجمركي لأنه سيكون صعبا للغاية على الحكومة القبول به، لكنه طالب الجانبان بالجلوس معا والتفاوض للوصول إلى حل تجنبا للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من جانبه دعا المملكة المتحدة إلى التوصل لخطة لتخطي عقبة اتفاق البريكسيت قبل مؤتمر بروكسل والمقرر انعقاده الأسبوع المقبل
أو مواجهة مخاطر الخروج غير المنظم. وفي أخبارنا نتابع أيضا ولكن بعد أخبار الاقتصاد، أمين عام الناتو يؤيد دعوة ترامب إلى توزيع عادل لأعباء الإنفاق في الحلف. السيسي وغوتيريش يبحثان جهود الأمم المتحدة إزاء أزمات المنطقة العربية. مجلس الوزراء يبحث عددا من الملفات ويناقش قانوني العلاوات وزيادة المعاشات. المجلس الدستوري الجزائري يعلن خلو منصب الرئاسة باستقالة بوتفليقة. نتحول الآن لمتابعة لأهم الأخبار الاقتصادية في هذه النشرة إلى زميلي حسام عاطف. شكرا لك دينا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقتنا الاقتصادية. أهم ما فيها، المركزي المصري يعلن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى 44 مليارا و211 مليون دولار مع نهاية شهر مارس. أهلا بكم من جديد. أعلن البنك المركزي المصري اليوم ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية مع نهاية شهر مارس الماضي بقيمة 25 مليون دولار مقارنة مع شهر فبراير السابق عليه لتصل إلى 44 مليارا 211 مليون دولار. وسجل صافي الاحتياطات الأجنبية 44.6 مليار دولار في نهاية شهر فبراير الماضي مقارنة مع شهر يناير السابق عليه والذي سجل خلاله 24 مليارا و616 مليون دولار. شهد وزير البترول المهندس طارق الملا توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي بشأن المساهمة في تمويل مشروعات البنية التحتية لقطاع البترول والغاز. وحققت مؤسسة التمويل الدولية معدلات تمويل غير مسبوقة في مصر، حيث بلغت قيمة استثماراتها خلال العام المالي الماضي حوالي 1.5 مليار دولار. ومن أبرز المشروعات التي شاركت في تمويلها محطة بنبا للطاقة الشمسية بأسوان، والتي من المنتظر أن تصبح أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم. كشفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن قيمة الصادرات المصرية غير البترولية سجلت نحو 4.401 مليار مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، منهم 3.341 مليار مليون دولار صادرات صناعية و169 مليون دولار صادرات غذائية. وأوضح حيث الهيئة أن صادرات مصر غير البترولية لشهر فبراير بلغت قيمتها 2.160 مليار مليون دولار، منها 2.235 مليار مليون دولار صادرات صناعية و925 مليون دولار صادرات غذائية. كما أشار إلى أن استحواذ الدول جامعة الدول العربية على 73.3% من قيمة الصادرات المصرية غير البترولية، ثم تليها دول الاتحاد الأوروبي بنحو 1.822 مليار مليون دولار. بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولية الدكتورة سحر نصر مع المرشح الأمريكي لرئاسة البنك الدولي ديفيد مالباس خلال زيارتها إلى واشنطن بحثت دعم المشروعات القومية الكبرى في مصر. هذا وبحث الجانبان دعم البنك للجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مساعدة الحكومة المصرية في جذب استثمارات أجنبية جديدة للبلاد. وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة تبلغ 6.7 مليار دولار. بحثت الدكتورة سحر نص وزيرة الاستثمار والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان مع الدكتور ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، بحثوا التعاون بين مصر والبنك في مشروعات البنية الأساسية وعلى رأسها مشروع الإسكان الاجتماعي بالإضافة إلى مياه الشرب والصرف الصحي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزيران مع عميد مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي خلال زيارتهما إلى العاصمة الأمريكية واشنطن. هذا ويساهم البنك في دعم مشروعات وزارة الإسكان بنحو 1.3 مليار دولار.
وإلى البورصة المصرية التي تباين أداء مؤشراتها في ختام تعاملات الأربعاء تأثرا بعمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والعرب. قابلتها عمليات شراء للمؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية مع استمرار عمليات إعادة هيكلة المحافظ المالية من قبل المستثمرين مع بداية الربع الثاني من هذا العام. وانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 800 مليون جنيه ليصل إلى 828.8 مليار جنيه. وصعد مؤشر رئيسي للسوق جي اك 30 بنسبة 21%، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة جي اك 70 بنسبة بلغت 41%، كما تراجع مؤشر جي اك 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.16%. وإلى سوق العملات العالمية، حيث ارتفع الدولار الأسترالي واليوان الصيني اليوم بفضل آمال التوصل إلى اتفاق بين بيكين وواشنطن لإنهاء النزاع التجاري بينهما. ولقيت الأسواق دعما من تقارير عن إحراز تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، فضلا عن بيانات تبعث على الاطمئنان عن أنشطة المصانع في البلدين في الأيام الأخيرة، لترتفع الأسهم الأسيوية لأعلى مستوى في 7 أشهر. وهبطت العملة الموحدة عن 1.12 دولار لتقترب من أقل مستوى في 21 شهرا. ادفعت المخاوف بشأن الضعف النسبي لاقتصاد منطقة اليورو دفعت المستثمرين لشراء الدولار. كشف مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يورستات أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو والتي تعتبر مؤشرا على الطلب المحلي أكثر من المتوقع في فبراير بقيادة قفزة في مبيعات المنتجات غير الغذائية. وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة في الدول 19 بمنطقة اليورو زادت ب 4% عن شهر يناير، في حين ارتفعت ب 2.8% على أساس سنوي. وعلى أساس سنوي أيضا سجلت المبيعات عبر الإنترنت أكبر زيادة، إذا ارتفعت ب 8.8% في فبراير بعدما زادت ب 6.8% في يناير السابق عليه. قال مسؤول أمريكي إن 3 من الدول 8 التي منحتها واشنطن إعفاءات من العقوبات لاستيراد النفط الإيراني خفضت وارداتها من خام إيران إلى الصفر، مضيفا أن تحسن أوضاع سوق النفط العالمي سيساهم في خفض صادرات الخام الإيراني أكثر فأكثر. وفي حين حددت الولايات المتحدة هدفا يتمثل في وقف صادرات إيران من النفط تماما، منحت واشنطن إعفاءات مؤقتة لكل من الصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان بالإضافة إلى تركيا وكوريا الجنوبية لإبقاء أسعار النفط منخفضة، بالإضافة إلى ضمان عدم تعطل الإمدادات لسوق النفط العالمي. مشاهدينا الكرام، بهذا الخبر انتهت وقفتنا الاقتصادية، وعودة للزميلة دينا إبراهيم. تفضلي دينا. أشكرك حسام على هذه المتابعة الاقتصادية وأهلا بكم من جديد. صرح أمين العام لحلف شمال أطلسي الناتو يانس شتولتنبرغ بأن هناك تأثيرا حقيقيا لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوزيع عادل لأعباء الإنفاق الدفاعي للناتو. وأضاف شتولتنبرغ عقب لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى مناقشات وصفها بالممتازة مع ترامب في هذا الصدد، وأضاف أن الحلفاء الأوروبيين وكندا سيضيفون بحلول نهاية العام المقبل 2020 $100 مليار إلى الإنفاق الدفاعي. وكان الرئيس الأمريكي قد انتقد عدم إنفاق أعضاء الحلف على الدفاع بسخاء كما تفعل الولايات المتحدة. مثل رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق أمام محكمة كوالالمبور في أولى جلسات محاكمته بسلسلة قضايا تتصل بالفساد تسببت في إسقاط حكومته. ويواجه نجيب 7 اتهامات في أول قضية تتعلق بالاشتباه في غسل أموال تقدر بنحو 4.5 مليار دولار من صندوق التنمية الماليزي الحكومية، حيث يشتبه في تحويل أموال من شركة تابعة للصندوق الحكومي إلى حسابه الشخصي. أكد وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد أن السلطات الأمريكية لم تطلب من قيادة بلاده منح اللجوء للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
ورفعت الجمعية التأسيسية الفنزويلية الثلاثاء الحصانة عند رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو الذي اعترفت به نحو 50 دولة رئيسا انتقاليا لفنزويلا. كما أذنت الجمعية بملاحقات جنائية بحق غوايدو بتهمة انتحال وظيفة، وصوتت الجمعية التأسيسية بالإجماع على السماح بمواصلة الإجراءات الجنائية ضد النائب المعارض غوايدو أمام المحكمة العليا إذانا ببدء محاكمته. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده الكامل لإغلاق الحدود الجنوبية لبلاده مع المكسيك في حال لم تتحرك سلطاتها سريعا لوقف تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة. يأتي هذا فيما تواجه الشاحنات التي تنقل البضائع من المكسيك إلى الولايات المتحدة فترات انتظار طويلة على الحدود قد تصل إلى 12 ساعة بعدما تم الاستعانة بموظفي الجمارك للعمل بإدارة الهجرة بالمعابر البرية بين البلدين. تلك الخطوة التي تهدف إلى مواجهة العدد الكبير من المهاجرين النازحين إلى أمريكا من الجنوب أدت إلى إبطاء وتيرة الحركة التجارية الوافدة إلى الولايات المتحدة من المكسيك. قد رمني المستمرة معكم وفيها بعد أخبار الرياضة. وزيرة الثقافة تكرم رموز النسائية لإسهامهن في الحركة الثقافية والفكرية. محمد، وآخر وقفاتنا من الشأن المحلي، حيث كرمت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم عددا من الرموز النسائية التي أسهمت في الحركة الثقافية والفكرية على الساحتين العربية والدولية في مجالات الأداب والفنون والعلوم الاجتماعية. إقبال بركة، إحسان كمال، ودكتورة أمينة رشيد وغيرهن من المبدعات في مجال الثقافة والأدب كرمتهن وزيرة الثقافة في بيتهن المجلس الأعلى للثقافة بمناسبة اليوم المصري للمرأة. أنا الحقيقة سعيدة وفخورة قبل ما أكون مسؤولة إن أنا أولا مصرية، ثانيا إني فنانة وبنتمي لهذه المنظومة اللي فيها العظيمات المبدعات. النهاردة يوم جميل جدا الحقيقة، يعني حضورهم ووجودهم قامات كبيرة جدا جدا حقيقي. إحنا كمصريين لازم نفتخر، وخاصة السيدات لازم نفتخر بالتاريخ العظيم والمبدعات اللي موجودين عندنا. المكرمات أعربن عن سعادتهن بهذا التكريم وقدموا نصيحة للمبدعات الجدد. ببقى سعيدة لأن في الآخر بحس إن في تقدير للعمل، بالرغم من إن أنا شخصيا بشتغل عشان، مش عشان التقدير، عشان لازم أشتغل، يعني دي مهمة عندي يعني. فلكن أنا ببقى فعلا سعيدة جدا يعني بوس زميلاتنا، وخصوصا إن اللجنة معظمها زميلات وهم اللي مرشحيني، فكويس وفزت مجموعة من الباقة جميلة من الزميلات. يعني أقول لها الحقيقة ما تيأس أبدا، حتى لو حصل أنه التجربة الأولى ما كانتش ناجحة أو أنها لقت صعوبات ولقت ما قدرتش مثلا أنها هي تنفذ أو تصل إلى ما تصبو إليه، لكن ما فيش شك أنه من أهم الأشياء اللي تخلي الإنسان يصل فعلا أو يصل إلى من تواه أو ما يعني الغرض اللي عايزه، أنه هو يبقى عنده مثابرة وعنده إحساس بأنه ما فيش حاجة وما فيش جهد بيضيع مهما خدت شوية منها مجهود. وراء هذا المشهد سنوات طوال من الكفاح الصحفي والثقافي أوصل هؤلاء إلى هذه المكانة لأنهن أبدعن وناضلن من أجل الارتقاء بالذوق العام لأجيال قادمة. عمر حمزة، النيل. أطلقت شركة سياحة فرنسية مسابقة عالمية تمنح الفائز بها فرصة لقضاء ليلة كاملة في متحف اللوفر. الفائز بتلك الفرصة الفريدة عليه الإجابة على سؤال المسابقة: لماذا يرى نفسه أفضل ضيف للموناليزا؟ سيحصل صاحب أفضل إجابة على تذاكر طيران لباريس وجولة حصرية لفردين بمتحف اللوفر ليلا بعد إغلاقه أمام الجمهور. تتضمن الجولة عشاء خاصا لشخصين والاستماع لمعزوفة موسيقية في أروقة المتحف، بالإضافة إلى قضاء الليلة في هرم مصغر يتم إنشاؤه خصيصا لتلك المناسبة. يذكر أن تلك الجولة الحصرية تم تنظيمها من قبل لمشاهير العالم مثل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. وختم نشرتنا تذكير بأهم أنبائها. السيسي وغوتيريش يبحثان جهود الأمم المتحدة إزاء أزمات المنطقة العربية. مجلس الوزراء يوافق على قانون زيادة المعاشات والأجور وحركة ترقيات للعاملين.
المجلس الدستوري الجزائري يعلن خلو منصب الرئاسة باستقالة بوتفليقة. ختام هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء.